بشارة لمن زلت قدم التوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. التوبة بمعنى العودة. ما تستناش بالذنوب، خلي الذنب يجي على ذنب. الإنسان من الواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل في كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. 100 مرة، 100 مرة. أليس من الخزي إن آلاف الآلاف تتوب وربنا يقبل توبتهم ويعفو عنهم ويغفر لهم وأنت لا يغفر لك ولا تتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ العبد إذا رجع وتاب تاب. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيب. الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة ولن يغلقها سبحانه وتعالى إلا عندما يغرغر الإنسان. مش عايزك تيأس أبدا من روح الله عز وجل. أي ذنب بتعمله؟ بتشرب سجاير؟ بتتفرج على الصور العريانة؟ بتشتغل في الربا؟ مهما عظم بك الذنب فاعلم أن رحمة الله أوسع. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله هذه السيئات تبدل لحسنات. يعني ممكن يا شيخ؟ جدا. ليه لا؟ ثم تاب عليهم ليتوب. توب، لأن العبد لا يتوب إلا إذا فتح الله له باب توب. أنا بتوب عشان ربنا سبحانه وتعالى بيفرح بتوب. وإنت بتوب ناوي أبدا ما تغلطش، أبدا ما ترجعش، نية صادقة. أنت أضرب نفسك أبدا. الإقلاع عن الذنب بالحال، العزم على ألا أعود، والندم على ذلك. ونزود شرط رابع. ايه الشرط الرابع؟ رد المظالم يا ابني. اللي انت ظلمته ده روح قول له معلش سامحني، اللي خدت امواله قول له اتفضل الاموال بتاعتك. هي دي التوبه. توبه، توب الى الله عز وجل. انت يا سيدي، انت وانت بتتلفتي على مين؟ هو انت استني ايه؟ عليك انت تتوب. التوب امتى؟ عايزين توبه فعلا، ابقى انسان جديد. التوبه التوبه. الف مبروك، الف مبروك.